هلا حبايبي، شلونكم؟ عيني شلون صح الاحوال؟ ان شاء الله كله بخير وتمام العافيه. اليوم راح اشارككم فيديو فطورنا اليوم الرابع عشر، يعني يوم 14 من رمضان. فحبيت اليوم اشارككم هذا الفيديو حتى يكون عندكم بعض الافكار اللي تستفادون من عندها باعداد فطوركم اليوم. طبعا هو راح يكون شويه الاكلات بها متنوعه، بس يعني مو كميات هوايه، لا راح اسوي من كل شيء شويه شويه، يعني من كل قطر اغنيه الى ان يصير بعدين عندي سفره كامله، وان شاء الله تستفادوا من عندها حبايبي بفطوركم هذا اليوم. انا طبعا اول شيء مثل ما شفتوا كنت يعني اسوي بالكبه، كبه برغل، كان عندي يعني كميه مو هوايه، شيء قليل. وراح اسوي هنا الزلاطات احضرها، ومثل ما تلاحظون عندي هذا البصل، انا دائما اسويه على شكل شرائح، اضيف له السماق يعطي طعم حيل طيب، واضيف له الملح. هي تشكيله يعني راح يكون هذا الماعون مشكل، صح بيه كميات شويه شويه، لكن من يشكل راح يصير بعد ذلك اخر شيء راح يكون عندي يعني كميه هوايه. طبعا حبايبي حبيت اقول لكم انه انا القناة الثانية يعني بديت بالبث الفيديوهات بها عن الاعمال الفنية واعمال يدوية، فاذا تحبون تشتركون بقناتي راح انزلكم الرابط بالتعليقات، يعني اثبته باول تعليق، وان شاء الله يعني تكونون شرفونا بقناتنا هذه حبايبي، وارحب بكل الترحيب بالقناة الثانية. هسه هنا أنا طبعا عندي الخبز العراقي، انا مقدمه هواي فيديوهات عن الخبز العراقي، اذا تحبون مشاهدته موجوده عندي بالفيديوهات بالقناه. طبعا طريقه الفرن انا استخدمها، انا ما عندي تنور مثل ما تعرفون، يعني عندي شقه مو بيت حتى اقدر اجيب بها تنور. وطريقه الخبز باي طريقه طبعا كلش كلش طيبه، وما تفرق والله العظيم ابدا ما تفرق عن التنور. بنات جربوها وشوفوا النتيجة مالتها ايش قد طيبة وايش قد خبز يعني طري ولين. واني طبعا مقدمة هواي ملاحظات حتى تحصلون على خبز يكون طري وما يكون يابس، مقدمة بالفيديوهات عندي، اذا تحبون ترجعون على الفيديوهات السابقة شلون اقدم الخبز بطريقة يكون يعني لين وما يكون يابس، خاصة اذا خبزناه بالفرن. ولانه راح اسوي شويه كباب شوي، فسويت الخبز العراقي حتى يكون يعني فطور متكامل ويكون فطور طيب. هسه مثل ما تلاحظون حبايبي يعني شكل الخبزه يعني تغني عن التعريف. فهنا أنا حبايبي راح استخدم الكابسه الكهربائيه بشوي الكباب، لان ما عندي يعني حديقه حتى اقدر اسوي مثلا برا بالحديقه، فاستخدم الكابسه اشوي بيها الكباب الشوي. وحسب تجربتي طبعا الكباب الشوي بالكابسه يكون هواي اطيب من الفرن، ما راح يكون يابس يعني، وخاصه الكباب اذا ردتوه طري يعني يكون مو يابس، اضيفوا ويا الشحم، يعني كل ما كثرتوا ويا الشحم راح يكون هواي طيب، خاصة يعني بهاي الطريقة قلت لكم أحسن من طريقة الفرن. بعد ما أكملهم آخر شيء أخذ فحم يعني أسويها على الطباخ اللي تكون يعني جمرة كاملة، وأخليها ويا الكباب راح ينطيها نكهة الشواء، نكهة الفحم والحطب يكون بها يعني مميز ويكون كلش طيب بها. هي واحد يعني حيرة مرات واحد شي يفكر شي يسوي، فتعرفون خاصة نحن دائما يعني أفراد العائلة كل واحد يشوفون عنده فد شي يشتهي، كل واحد يرغب له بأكله، واحد ما يرغب بالثاني الأكلة الثانية، فيصير تضارب بالآراء. فشوفون دائما يعني أحتار بأكلهم، هذا ما يحب هاي الشغلة وذاك ما يحب هاي الشغلة، فأسوي من كل شي شوية حتى يكون عندنا بعد ذلك سفرة يعني كاملة ومتنوعة. هنا طبعا اكيد راح اخلي رشة من السماق راح يكون كلش طيب ويا الكباب. وهنا أنا عندي باذنجانة صغيرونة، قلت ليش شو اسمه باقي خل اسويها، ذرمتها طبعا على شكل مكعبات وقليتها، اضيف لها قليل من اللبن الزبادي، واخلي لها الراشي، واخلي لها شوية سن من الثوم ابرش لها يعني، وارش لها الكمون طبعا ينطيها نكهة حيل طيبة.
حبيبي بعد 10 دقائق. شو انت ليش تاخر؟ هاي على توقيتك لو توقيت بابا؟ انا مش على بابا، على المرجان. هو حتى على بابا بعد 10 دقائق. صدق بابا بعد ايش قد؟ ما وصل منك بعد 10 دقائق. شنو هو كان بيبي؟ هو شكله على المرجان. مو شكله بيبي هو بعد 10 دقائق حبيبي. تمام قلت لك شنو جاهز. والله طلعت اليوم ما كنت اطلع. سوري ماما معصبة ما تغير واحد صغار مني. هات معصبة؟ وانا كينو؟ ما ادري شو قاعد على طبر. ها